فضية البطولة العربية بتونس وبرونزية البطولة العالمية المدرسية في الوثب الثلاثي آخر إنجازات البطل أيوب النعجة والذي صنع تميز في مشوار حافل. جمعنا زيادة العالمي في فرنسا، قام بفرنسا 2022، كلاسيت فيها دوزيام تروازيام بلاس، رجعت للألجي بعد ما ثم داوني لتونس. بعد شاركت في البطولة العربية، الحمد لله اللي قدرني ربي باش نجيب المرتبة الثانية في البطولة العربية. الحمد لله بك يا ربي، شرف الجزائر، شرف ولاية المسيلة، شرف الوالدين تاعو، شرف النادي تاعو، شرف المدرب تاعو، وهذا فضل كبير، وخاصة طلع العلم الجزائري في دولة فرنسا. عمل كبير في ظروف صعبة لم تثني من عزيمة أيوب والذي اتخذ منها دافعا للتألق والمضي قدما. رانا ندربوا بشكل صعب هنايا ونعانوا من الأرضية هذه وهكذاك وما خلتناش نرجعوا للور. ورانا الحمد لله حققنا نتائج. الظروف هذه مرات وين تكون إيجابا، احنا في علم النفس تكون إيجابا، يعني حاجة كي تكون ما كانش تولي تتقلق، تعطيك إرادة قوية وباش تقاوم وباش تلحق الحاجة. احنا نقول له بارك الله فيك وربي يبارك فيه هو والمجموعة اللي كانت معاه اللي كانت وراه. هذا ما جاش من فراغ، هذا أيوب هذا جاب إنجازات الناس والناس اللي راه تعمل في خفاء كمدربين كإطارات اللي راه تتعاون فيه. بطل صنع له اسما من العدم ومجتهد يستحق الدعم والإشادة ومشوار كبير ينتظره إن توفرت الظروف.